النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعضينا في موضوع جديد من الموضوعات الثري فيز اندكشن موتور. طب هنتكلم عليه ان شاء الله، هنتكلم على ما يسمى التورك ايكويشن، هنتكلم على التورك ايكويشن. طيب الهدف يا شباب من موضوع النهارده ان احنا نستنتج معادلات التورك مع بعضينا، تمام، وازاي نقدر نرسم شكل التورك سبيد كيرف دي 3 فيز اندكشن موتور. طيب هو بالنسبه لنا ايه اساس التورك؟ التورك بكل بساطه هو تعريفه عباره عن باور على اوميجا، هي عباره عن ميكانيكال باور، تمام، على الاوميجا بتاعتك او السبيد بتاعتك او الحركه بتاعتك اللي هي روتيشن، تمام. طيب الغرض الاساسي من الاندكشن موتور ان هو في الاخر يدي لك حركه معينه عشان تقدر تحرك لود معين بطريقه معينه، تمام. فبالتالي انا اقدر اقول ان الاوتبوت تورك، يبقى ده بالنسبه لك الاوتبوت تورك حضرتك اللي انت محتاجه، الاوتبوت تورك، تمام، او بيسموه اللود تورك او بيسموه شافت تورك، تمام. طب ده التورك اللي انت هتاخده على الشافت بتاع الموتور نفسه، ده بكل بساطه عباره عن كام؟ لو انت عاوز تحسبه هيبقى عباره عن الاوتبوت باور بكل بساطه على الاوميجا اللي عندك. ده بكل بساطه عباره عن حاجه بالشكل ده. طيب ده الاوتبوت تورك اللي هتاخده على الشافت فعلا بتاع الموتور. طيب حضرتك لو انت كنت فاكر من الموضوع اللي فات او من الفيديوز اللي فاتت، كنا بنقول ان في حاجه بسميها البي ام جي او الكتروميكانيكال باور، الكتروميكانيكال باور، تمام. طيب وده قلنا الباور الفعليه اللي اتحولت من الكتريكال لميكانيكال، دي كده الباور اللي اتحولت من الكتريكال لميكانيكال، تمام. بمعنى اخر هي الباور اتحولت من كهرباء لحركه، كهرباء لحركه، تمام. فبالتالي حضرتك برضو لو اخذت البي ام جي ده قسمتها برضو على اوميجا، هي في الاخر عباره عن ميكانيكال باور، برضو هتدينا تورك، بس تلك المسميات برضو هسمي ده تي ام جي، تمام. يبقى برضو هياخد نفس المسميات، ده بيسموه ايه؟ برضو يسموه الديفلوب تورك، تمام، او الكتروميكانيكال تورك او الانترنال تورك او ميكانيكال بروس تورك، دي كلها برضو مسميات. طيب انا عاوز احسب بقى الكلام ده، عاوز احسبه اللي هو تي ام جي ايكوال بي ام جي على الاوميجا. طيب افكر حضرتك احنا قلنا السيكشن اللي فات ان في علاقه بين الام جي والبي جاب كانت بالشكل الاتي، واحد ناقص اس في البي جاب، ما تنساش العلاقه دي. طيب حاجه ثانيه، حضرتك عارف ان الاس هي عباره عن ان اس ناقص الان على الان اس، ومن هنا اقدر اظبط اقول ان الان هي عباره عن واحد ناقص الاس في مين؟ الان اس، ما تنساش العلاقه دي. طيب حاجه ثالثه، حضرتك العلاقة بين الأوميجا بتاعتك والإن إن هي الأوميجا هي نفسها الإن، بس الكلام ده مضروب في فاكتور هو عبارة عن 2 باي على 60، هي في الآخر الإن بتاعتك دي عبارة عن سبيد بس راديان بير سكند، والإن برضه هي عبارة عن سبيد بس اللي هي بال ار بي ام، أوكي؟ طيب وبتضحك لو إحنا مسكنا الإيكويشن دي، مسكنا الإيكويشن دي اللي هي بالنسبة لنا الإن إيكوال 1 ماينس الإس الإن إس، الكلام ده ضربناه كلها في 2 باي على 60، هيبقى عامل الشكل عامل ازاي؟ هيبقى عباره عن حاجه بالشكل ده كده، n equal 1 minus s مين؟ 2 باي اوفر 60 في الان اس، تمام؟ ده بالنسبه لنا مين؟ ده بالنسبه لنا ما هي اللي عباره عن الاوميجا، وده بالنسبه لنا مين؟ هي برضه في الاخر اوميجا، بس نظرا ان ده فيها اس برضه هنحط هنا اس، يبقى كده هتلاقي ان الشكل بتاعك 1 minus s في الكلام ده، يبقى انا اقدر اقول في الاخر ان الاوميجا بتاعتك هي عباره عن 1 minus s في الان اس، تمام؟ طيب فبالتالي حضرتك بقى لو رجعنا لهنا، لو شلنا البي ام جي وحطينا بدالها 1 من الاس في البي جي، وشلنا الاوميجا وحطينا بدالها 1 ماينس الاس في الاوميجا اس، هيبقى الشكل بالنسبه لنا التي ام جي عباره عن البي ام جي على الاوميجا، تمام، او 1 ماينس اس في البي جي على 1 ماينس الاس في الاوميجا اس، الناس دي هترمى بعضيها في الاخر هيبقى معاك ان ممكن احسبهم هنا علاقه البي جي على الاوميجا اس، تمام. على فكره برضو ممكن تخلي بالك ان البي جي نفسها ممكن اقول عليها هي عباره عن البي كبر 2 على الاس، تمام، فبالتالي ممكن اقول ان التورك عباره عن بي كبر 2 على اس، الناس برضه مقسوم على الاوميجا اس، فدي كلها كده ريليشن تقدر تستعملها عشان تجيب تي ام جي. طب لو احنا بس ركزنا شويه على الروت ده اللي هو تي ام جي حاجه بالشكل ده كده، عاوزين بقى نشيل البي جاب ونعملها بدلاله البارامترز بتاع المكنه، عاوزين نشيل البي جاب ونحطها بدلاله البارامترز بتاع المكنه، لان انا مش كل شويه عاوز احسب البي جاب عشان اجيب منها التورك، تمام. طيب يعني عاوز احطها بدلاله الارات والاكسات اللي موجوده عندنا في المساله. طيب ارجع افكر حضرتك ان البي جاب كانت بتتحسب من العلاقه الاتيه، ان 3 اي 2 داش سكوير في الار 2 داش على اس، وعاوز برضه افكر حضرتك ان الاي 2 داش كانت عباره عن حاجه بالشكل ده كده، البي بالفيس ار 1 زائد الار 2 داش على اس، الكلام ده زائد الجي اكس 1 زائد الاكس 2 داش، اوكي. فانا بقى عاوز اشيل الاي
2 داش من هنا، بس خلي بالك ان هو سكوير، واحطه بدلاله الكلام ده. حضرتك لما يكون عندك كومبلكس نمبر بالشكل ده وحضرتك عاوز تعمله سكوير، تمام، هيبقى بالشكل الاتي. هتلاقي ان البي جت بالنسبه لنا لما تعمله سكوير، هتلاقي ان الاي 2 داش كلام ده سكوير، وطبعا انت عاوزه كمقدار فقط. هتلاقي ان الشكل اصبح معاك حاجه زي كده، البي فيز سكوير، تمام، وده ار 1 زائد ار 2 داش على اس الكلام ده سكوير، زائد اكس 1 بلس اكس 2 داش الكلام ده سكوير، تمام. يبقى حضرتك لما يكون عندك الاي 2 داش بالشكل ده عباره عن كومبلكس نمبر، حضرتك لو عملت له سكوير كمقدار فقط واحتجت المقدار بس فقط، هتلاقي حاجه بالشكل ده. وبالتالي تقدر تقول ان البي جاب ده، اقدر اشيل الاي 2 داش واحطها بدلاله الكلام ده عندنا، هتلاقي ان البي جاب لو انت عاوز تحسبها عباره عن 3، تمام، في فيز الكلام ده سكوير، اوكي، في ار 2 داش على اس، ار 2 داش على اس، الناس دي كلها مقسومه على ار 1 زائد ار 2 داش على اس الكلام ده سكوير، زائد الاكس 1 بلس الاكس 2 داش الكلام ده سكوير، تمام. يبقى ده بالنسبه لك البي جاب. حضرتك التورت كان بيقول ان هي عباره عن البي جاب على الاوميجا اس، وبالتالي انت عاوز التورت اقسم الكوشن دي كلها على الاوميجا اس، وبالتالي هيتبقى معاك، هيطلع معاك ان تي ام جي هي عباره عن 3 في بالفيس سكوير على اوميجا اس. الكلام ده مضروب في ار 2 داش على اس، الناس دي ار 1 ار 2 داش على اس الكلام ده سكوير، زائد اكس 1 بلس اكس 2 داش الكلام ده سكوير. هي ده يا شباب شكل معادله الطارق، هي دي شكل معادله الطارق، تمام. طب حضرتك لو انت ركزت في معادله الطارق بالنسبه لنا اللي هي موجوده عندك هنا، هتلاقي ان الفي ده هو اصلا الفولتج اللي هتحطه على طرف المكنه، وده المفروض ان هو كونستنت، تمام، طبعا لو انت ما كانش سبيد كنترول او ما شابه يعني، تمام. طيب الار 1 الار 2 الاكس 1 الاكس 2 الاوميجا اس، الناس دي كلها كونستنت، تمام. فبالتالي تقدر تحسب التورك بتاعك عند اي كونديشن اندر كونديشن، او ايه المتغير الوحيد بالنسبه لك؟ المتغير الوحيد بالنسبه لك هو الاس، اللي هي بالنسبه لنا السبيد، اللي هي بالنسبه لنا اللود اللي انت هتحطه، ان انت طبقا للود اللي هتحطه الموتور بتاعك هيتحرك عند سرعه معينه. فبالتالي اصبحت التورك، اصبحت الكونديشن دي هي عباره عن النون فقط في مين؟ في الاس. فكده بالنسبه لك تقدر عند اي اوبريتنج بوينت اللي هي كاس يعني، تقدر تعوض تجيب مين؟ التي ام جي، تمام. كده انا خليت الكوشن بتاعتي فقط النون في فاريبل في فانكشن في النون واحد بس. طيب حضرتك لو انت حبيت ترسم الكوشن دي بدون تخش في تفاصيلها، هتلاقي ان شكل الكوشن عباره عن حاجه بالشكل الاتي. لو انت هترسم مع الاس بالنسبه لنا، هتلاقي ان الكوشن بالنسبه لنا عباره عن حاجه بالشكل ده كده. لو انت حبيت ترسمها هتلاقي ان التي ام جي عباره عن حاجه زي كده، تمام. حتى لو انت حبيت تحط السكريبت على الاس، هتلاقي ان السكريبت على الاس هنا واحد، وهنا السكريبت على الاس كام؟ زيرو، اوكي. طيب طب لو انت حبيت ترسم معادله التور مع الان بدل الاس، سهله جدا. انا عارف ان الان هي واحد موازي الاس في الان اس، وبالتالي قيمه الان هنا هتبقى كام؟ شيل الاس وحطه بواحد، يبقى واحد ناقص واحد زيرو، زيرو في الناس ده بزيرو. بينما لو انت هترسم مع السكريبت على ان، هتلاقي نفسك ان انت هتحط هنا الان بتاعتك كام؟ بزيرو. طيب هنا الان كميتها كام؟ عوض الاس ده بزيرو، الاس بزيرو، يبقى الان بتاعتك بالان اس. يبقى لو انت حضرتك هترسم مع السكريبت على الاس، يبقى هنا واحد وهنا زيرو. طب لو ترسم مع السكريبت على الان، يبقى هنا زيرو وهنا ان اس، اوكي؟ طيب النقطه دي بالنسبه لك الموتور بتاعك لسه ما اشتغلش، يعني الان بتاعتك بزيرو لسه هيشتغل. فبالتالي النقطه دي يا شباب بقول عليها ما يسمى هي قيمه في الاخر، هي قيمه تورك، بس نظرا ان الكلام ده عند سرعه ايكوال زيرو، فده بيقول عليها الستارتنج تورك، ستارتنج تورك. طيب النقطه دي بالنسبه لنا هي اقصى قيمه في الكيرف بتاعنا، فبالتالي بقول عليها الماكسيمم تورك، تمام. واكيد الاس المقابله ليها هنا بقول عليها اس ام، وهنا الان بتاعتك بسميها الان ام. عاوز افكر حضرتك او عاوز اقول لحضرتك تخلي بالك ان الاس ام مش معاها الماكسيمم سليب، ليه؟ لان الماكسيمم سليب بالنسبه لنا ايكوال 1، تمام. طيب والان نفس الموضوع، مش الماكسيمم سبيد، الماكسيمم سبيد بالنسبه لنا مين؟ الان اس. طب مين الاس ام ومين الان ام؟ هي بكل بساطه الاس ام والان ام هي قيمه الستيب وقيمه السبيد ات ماكسيمم تورك. يبقى الان ام ده شباب هي عباره عن الفاليو اوف سبيد او موتور سبيد يعني ات ماكسيمم تورك، زيها بالظبط الاس ام هي عباره عن الفاليو اوف سليب، الكلام ده ات ماكسيمم تورك. فتخلي بالك ان الاس ام والان ام مش معناهم الماكسيمم فاليو، اوكي. طيب اللود بتاعك بيشتغل فين؟ اللود بتاعنا يا شباب دايما بيشتغل في
الريجن ده دايما بشتغل في الريجن ده، بمعنى لو الترك بتاع اللود مثلا وليكن حاجه زي كده، فانت بالنسبه لك انا شغال في النقطه دي تمام. طيب النقطه بقى اللي انت عملتها كده لو توك اللود، النقطه اللي حصل فيها انترسكشن بين الكيرف بتاع اللود والكيرف بتاع الماشين نفسه تمام، دي بقول عليها الاوبريتنج بوينت بتاعتي، دي بقول عليها الاوبريتنج بوينت بتاعتي. ولو التورك بتاعك ده لو بتاع شغال في فول لود، فدي بقى مثلا بقول عليها الفول لود كونديشن تمام، الفول لود كونديشن اللي هي بالنسبه لك عندها الاس بتكون اس في اللود، واللي هي بالنسبه لك بتكون ام في اللود. يبقى انا بالنسبه لك نقطه الانترسكشن بين تورك الماشين مع تورك اللود، او الكيرف بتاع التورك بتاع الماشين مع الكيرف بتاع التورك بتاع اللود، ده بقول عليها هي نقطه الفول لود كونديشن. لو انت شغال عند الفول لود اوبريتنج كونديشن يعني، بقول هنا الاس في اللود وهنا الام في اللود. اوكي طيب لو جالك ده وقال لك انا عاوز احسب قيمه الستارتنج تورك او الماكسيمم تورك، هعمل ايه؟ بكل بساطه انت عاوز تحسب قيمه الستارتنج تورك، هي نفس الايكويشن اللي هستعملها، بس هشيل كل اس ايه احط بدل اس بكام؟ اس 1. طب عاوز احسب الماكسيمم تورك، نفس النظام نفس الايكويشن دي اللي هي بتاعت ام جي، بس احط الاس اس ام، وليها قانون ثاني هنستنتجه ان شاء الله بعدين دلوقتي. طب عاوز احسب قيمه الفول لود تورك، نفس النظام اشيل التيم جي هنا، اشيل كل اس واحط بدل مين؟ الاس في اللود تمام. يبقى بالنسبه لك لو قال لك المساله عاوز يحسب قيمه الستارتنج تورك، بكل بساطه الستارتنج تورك ما هي الا عباره عن التيم جي، بس هشيل الاس واحط بدل كام؟ 1 تمام. طب عاوز يحسب قيمه الفول لود تورك، الفول لود تورك عباره عن التيم جي، بس هشيل كل اس واحط بدل مين؟ اس في اللود. طيب عاوز احسب الماكسيمم تورك، المفروض حضرتك تشيل كل اس واحط بدل مين؟ اس ام. طب مين بقى الاس ام دي؟ طيب طبقا لمين هي الاس ام ومين هو الماكسيمم تورك؟ هنبدا نستنتج ايكويشن ثانيه للماكسيمم تورك. حضرتك عشان تجيب الماكسيمم لاي كونديشن، الماكسيمم لاي ايكويشن بالشكل ده كده، بتشوف بالنسبه لك الحاجه اللي انت عاوز تجيبها فانكشن في مين، وتعمل تفاضل للحاجه اللي انت عاوز تجيبها بالنسبه للمتغير الوحيد اللي عندك، وتساوي بصفر، وتشوف قيمه الحاجه دي اللي تخلي التورك بالنسبه لك ايكوال زيرو. بمعنى حضرتك هتاخد معادله التورك اللي هو تي ام جي ده، وتعمل له تفاضل بالنسبه للاس، وتساوي بصفر، وتشوف الاس بالنسبه لك اللي فعلا تخلي الايكويشن دي كده ايكوال زيرو. اللي هيطلع من هنا بالنسبه لك الاس اللي هتطلع من الايكويشن دي هي دي، بس بنقول عليها الاس ام. ولما تمسك الاس ام الاس ام تعوض في معادله التورك ده، هيطلع لك الماكسيمم تورك. طيب بعد ما نعمل التفاضل والكلام الكتير ده، طبعا احنا مش هنعمله هنا بس ممكن نعمله في اي وقت تاني، هتلاقي ان الاس ام اللي تخلي لك التورك هنا ماكسيمم تورك، هتلاقي حاجه بالشكل ده، هنا ار 2 داش، وهنا بالنسبه لنا جاز بتاع ار 1 سكوير زائد الاكس 1 زائد الاكس 2 داش الكلام ده سكوير. هي دي يا شباب قيمه الاس اللي تخلي لك التورك بتاعك ماكسيمم تورك. طيب لما تمسك الاس ام دي وتعوض في معادله التي ام جي بالاس اللي احنا جبناها من شويه، هتلاقي ان الماكسيمم تورك طلع له ايكويشن ثانيه ظريفه قوي وممكن نستعملها مباشره. هتلاقي ان الماكسيمم تورك اصبح حاجه بالشكل الاتي، عباره عن 3 في سكوير، الكلام ده على 2 اوميجا اس، الكلام ده مضروب فيه 1 على ار 1 زائد شد جاز ار 1 سكوير، الكلام ده بلس ار 1 سوري اكس 1 زائد الاكس 2 داش الكلام ده سكوير. يبقى ده كده يا شباب معادله الماكسيمم تورك لو حضرتك عاوز تستعملها مباشره. خلي بالك ان هنا في فاكتور اللي هو الاثنين اللي مش موجود في المعادله الاساسيه. اوكي طيب ده كده بالنسبه لك الماكسيمم تورك. يبقى احنا كده عرفنا دي الستارتنج تورك والماكسيمم تورك والفول لود تورك. طيب في بعض الرولز برضه اللي احنا ممكن نستنتجها مع بعضينا، في حاله لما اقول لك في المسائل بتاعتك ان الامبيدنس بتاع الستيتور اللي هي زد يعني ايكوال زيرو، ده معناها ان الار 1 ايكوال الاكس 1 ايكوال زيرو. طب ده هيحصل ايه في الموضوع؟ هيحصل ان هتلاقي ان مثلا معادله التي ام جي حاجه بالشكل ده تمام، حاجه بالشكل ده كده ار 2 داش على اس، وهنا ار 2 داش على اس الكلام ده سكوير زائد الاكس 2 داش ده سكوير تمام. طب والماكسيمم تورك هتلاقي حاجه بالشكل ده كده في الاخر، 3 فيز سكوير على 2 اوميجا اس، هنا في 1 على اكس 2 داش تمام. طيب والاس ام هتبقى عباره عن ار 2 داش على اكس 2 داش تمام. فحضرتك لما يقول لك ان الار 1 والاكس 1 او الامبيدنس بتاع السيتو نجلكتد او الكلام ده ايكوال زيرو، هتلاقي المعادلات بتاعتك تقول بالشكل ده تمام. طيب حضرتك بقى لما تمسك معادله اللي هو تي ام جي ده
كويس وتقسمه على الماكسيمم تورك وتبدا تظبط الايكويشن بتاعتك، هتلاقي هيطلع لك معاك اكسبريشن ظريف قوي، وده بينفعنا في حل مسائل كتير. ان التي ام دي الكلام ده عند اي اس على الماكسيمم تورك ده عباره عن 2 اوفر الاس ام على الاس اللي هي نفس الاس اللي هنا زائد الاس على الاس ام. تمام، يبقى لما تظبط الايكويشن بتاعتك هيطلع لك حاجه بالشكل ده. بس تخلي بالك من حاجتين مهمين جدا 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 في الايكويشن دي. هي اولا انا ما ينفعش استعمل الايكويشن دي الا لما يقول لك الا لما يقول لنا ان الزد اس بتاعتك ايكوال 0 اللي هي الار 1 والاكس 1 ايكوال 0 او نجلتش يعني الليدرز بتاع الستيت. تمام، الحاجه الثانيه لازم حضرتك وانت بتستعمل الايكويشن دي لازم يكون المقام بتاعنا هو عباره عن ماكسيمم تورك، لازم يكون ماكسيمم تورك. تمام، غير كده ما ينفعش تستعمل الايكويشن دي بطريقه مباشره زي كده. بمعنى عشان الناس تبقى فاهمه، لو كان قايل لك مثلا في المساله خلاص الكونديشن ده موجود اوريدي وقال لك ان الماكسيمم تورك هو عباره عن وليكن 250% من قيمه الفول لود تورك، يعني ده معناه ان ده 2.5 من الفول لود تورك. استعمل الكوشن دي فوق ازاي؟ بكل بساطه حضرتك اللي انت هتعمله هتقول الاتي، هتقول ان تي فول لود على الماكسيمم الكلام ده ايكوال 2 على الاس ام على الاس فول لود زائد الاس في اللود على الاس ام. كل اللي عملته بس طبقت في الرول انفو ده. تمام، يبقى الراجل ده ايكوال كام؟ 1 على 2.5. تمام، ايكوال نفس الحاجه دي 2 على الاس ام على الاس في اللود زائد الاس في اللود على الاس ام. طبعا هنا في المساله هيكون عاطي لك واحده من الاسات، يعني ممكن يكون عاطي لك الاس ام وانت بتحسب الاس في اللود، او عاطي لك الاس في اللود وانت بتحسب الاس ام. تمام، طب ده كده عاطي لك ايه؟ علاقه بين الماكسيمم تورك والفول لود تورك. طب لو كان عاطي لك مثلا علاقه بين الماكسيمم تورك وليكن مثلا الكلام ده كان 1.5 من الفري ستارتنج، استعمل الكوشن اللي انا دي ازاي؟ كل اللي انت هتعمله هتقول ان الستارتنج تورك على الماكسيمم تورك الكلام ده ايكوال 2 على الاس ام على الاس عند الستارتنج اللي هي بتعمل بالنسبه لنا 1 زائد الاس عند الستارتنج اللي هي 1 على الاس ام، يبقى الكلام ده ايكوال 1 على 1.5، وبرضه تبدا تحل المعادله عشان تجيب الاس ام بتاعتك. طيب كونديشن بقى تالت وده مهم بالنسبه لنا، لو كان بيقول لك ان الستارتنج تورك ايكوال وليكن 1.3 مثلا من الفول لود تورك، ما ينفعش تقول هنا بقى ان الستارتنج تورك على الفول لود تورك ايكوال 2 على الاس فول لود على 1 زائد 1 على الاس فول لود الكلام ده ايكوال 1 على 1.3. تمام، سوري 1.3. الكلام ده يا شباب غلط، الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ ان انت كده خليت المقام بتاعك ايه؟ فول لود، ما ينفعش، لازم ده يكون ماكسيمم تورك. طب اجيب الكلام ده ازاي؟ هنا بقى هنضطر نعمل الكلام ده على خطوتين. الخطوه الاولى ان حضرتك هتجيب علاقه بين الستارتنج تورك على الماكسيمم تورك بالشكل الاتي، ان ده هتقول ان ده 2 على الاس ام زائد 1 على الاس ام، طبعا ده هنا على 1. تمام، وهتجيب علاقه بين الفول لود تورك والماكسيمم تورك. تمام، اللي هي بالشكل الاتي 2 على الاس ام على الاس اللود زائد الاس اللود على الاس ام. وتخلي بالك ان في الحالتين مستعمل تحت الماكسيمم تورك، خلي بالك ان انا في الحالتين مستعمل الماكسيمم تورك في المقام تحت. تمام، هنا بقى تقدر تقسم 1 على 2، لو انت قسمت 1 على 2 هتلاقي ان هنا الستارتنج تورك على الفول لود فعلا ده اللي انت اوريدي محتاجه، بس هيبقى بالشكل الاتي، هيبقى بالشكل الاتي، هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل على هيبقى بالشكل الاتي ده اللي هو الاس ام على الاس اللود زائد الاس في اللود على الاس ام تحت الاس ام على 1 زائد 1 على الاس ام. يبقى ده يا شباب هي العلاقه اللي حضرتك هتستعملها في حاله لما يكون عاطي لك علاقه بين الستارتنج تورك والفول لود. طبعا انت مش لازم تحفظها، انت اوريدي استنتجتها من الايكويشن اللي احنا كاتبينها في الراجل. تمام، هنا من حقك تستعمل الايكويشن دي عادي خالص. تمام، بس في الاول زي ما قلنا اللي انت عملته هنا ده مش مظبوط. ارجع واقول لك تاني ان الايكويشن ده عشان نستعملها لازم يكون فيه تو كونديشن، لازم يكون الميلانس بتاع السيتر ايكوال زيرو، ولازم يكون المقام دايما بتاعك كام؟ ماكسيمم تورك. تمام، ده كده بالنسبه لنا ما يسمى التورك اناليسيس او التورك ايكويشن للثري فيز اندكشن موتور. وكده يكون خلصنا الجزء الخاص بمعادلات التورك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.